في بداية شهر حزيران حيث يبدأ موسم حصاد القمح والشعير في سهل شهرزور، يبدأ المزارعون بحصاد محصولاتهم وسط الصعوبات التي تواجههم في بيع منتوجهم. فالنسبة التي تستلمها وزارة التجارة في الحكومة الاتحادية لا تقيم تعب وجهود المزارعين في محافظة حلبجة ولا تلبي طموحهم. منذ 5 سنوات كل المشاكل التي تواجه المزارعين في المنطقة تصب في مصلحة مزارعي وسط العراق، يأتون إلى مناطق سليمانية وكلار وشهرزور يشترون منا طنا من القمح ب350,000 دينار ويبيعونه لوزارة التجارة ب560,000 دينار. مع ذلك الحكومة الاتحادية لم تصرف لمستحقات 3 سنوات سابقة وتبلغ أكثر من 80 مليون دينار. المزارعون في سهل شهرزور ينتجون كميات أكبر من تلك الكمية المستلمة من قبل وزارة التجارة الاتحادية، لذلك يضطرون لبيع نسبة كبيرة من منتوجهم في السوق وبسعر منخفض، في وقت المزارعون مستاؤون من عدم صرف مستحقاتهم المالية ل3 سنوات من قبل الحكومة الاتحادية. في العام السابق تم استلام 265 كيلو من القمح عن كل دون من زرعناه، مع أن دون من الأرض في شهرزور يعطي طنا من القمح، فالحكومة الاتحادية تستلم منا 30% من المحصول. أنا في العام السابق حصدت 120 طنا، استلموا مني 35 طنا فقط. بعد جهود حثيثة من قبل وزارة الزراعة في حكومة إقليم كردستان، زادت وزارة الزراعة في الحكومة الاتحادية 50 طنا إلى النسبة المستلمة من القمح من مزارعي إقليم كردستان لتبلغ النسبة 390,000 طن. مع ذلك تبقى حصة مزارعي محافظة حلبجة دون 30,000 طن. تحديات قديمة جديدة يصفها البعض بمسيسة تواجه مزارعي شهرزور وإقليم كردستان كل عام في موسم الحصاد. من سهل شهرزور، أمير سليم زاغروس تي في.